أقل من المتوقع، تأخر بهدفين، طرد القائد الفريق فهد سيبيل، لكن عاد من كرة ثابتة ويبحث أيضا عن التعادل. جواو بيترو، الله، العودة للظفرة، العودة للظفرة في الظفرة، وعندنا محاولة موجودة لمصلحة الظفرة في منطقة الله الله. الأولى في تاريخه، هذه كرة بتصل استلام بشكل رائع، محاولة مصلحة الظفرة، عرضية، الكرة والتعادل، جواو بيدرو، والتعادل لمصلحة الظفرة، جواو بيدرو عنده الحلول، نعم، لاعب إمكانياته جميلة جدا. سهير المنصوري يأتي الآن بعرضية، والكرة، الله الله، تغطية من جانب دفاع فريق الاتحاد، كرة تصل روزوفيل، اللاعب الخطير الهولندي يلعب الكرة، عرضية كبيرة. أتمنى يعني أن تؤخذ هذه اللقطة كمثال، كمثال، والمثال هدف يسجل بيدرو بعد ذلك القتال. الكرة ترجع لمصلحة مسعود سليمان، الظفرة ممتازة من مسعود، لكن شوتاني قراءة سليمة، الكرة بالخطأ، بالخطأ، يا سلام، جواو، هدف ظفرة. تفكير رازوفيتش أن يدفع بالسهيل من أجل المرتدات، الآن محاولة عن طريق البرازيلي، يتقدم جواو بيدرو، الله 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 الله، لكن ما زالت أيضا الأسماء لم تكتمل بعد. هنا كرة خطيرة، الظفراوي القادم يتقدم، خالد على كرة عالية داخل منطقة الجزاء، خطيرة بتمر أمام المرمى، جول ثاني للظفرة. سنوبا نور، تحولت ضربة مرمى لصالح الظفرة، ضربة مرمى لصالح الظفرة، كرة أمامية الآن لجو بيدرو، جول في المرمى، جو بيدرو والثاني للظفرة. لخطورة الموقف فرناندو جاردال، جول جول، فعلها فارس الظفرة، وفعلا أطلقوا على هذه المباراة مباراة التكتيكس العالي، برغم أن الفريقين كبار في الكرة، تمشي على طول، عرضة خطيرة، هدف أول عالم، يا ولد الظفرة يسجل، يتقدم بهدف جميل. Let us not forget. There is hope.